تحياتي ليك من جديد كابتن سيد عبد الحفيظ، كابتن ماهر همام، كابتن اسامه عرابي، كابتن احمد بلال، معايا طبعا كابتن محمد يوسف المدرب العام وقائم اعمال مدير الكره. تحيات طبعا للكابتن سيد عبد الحفيظ وكل نجوم الاستوديو التحليلي. طبعا بمسي على كابتن سيد وعلى ضيوفه طبعا كلهم، وكل سنه وانتم طيبين. ناس بتعيد الاضحى، ربنا يعني يعيدوا علينا كلنا بالخير واليمن والبركات. الحمد لله النهارده في العيد مع يعني ربنا اراد الحمد لله، والشوط الثاني كان احسن ان احنا نفرح لاعبتنا. اصعب ماتشات اللي بعد الماتشات الكبيره، يعني دايما بيبقى فيه تعب وفي تفكير شويه مش في اللي مطلوب بالنسبه للفرق. المباريات دي صعبه جدا طبعا، مع احترامي وادي دجله فريق كويس وفريق مميز وكله عناصر شابه، لكن المباريات دي صعبه جدا، خصوصا انها جايه بعد فوز مع الترجي في الترجي. لكن الحمد لله من سمات الفرق الكبيره ان احنا طلعنا بالثلاث نقاط. وارد جدا على مدار المشوار ان انت في بعض المباريات يبقى عندك اجهاد، يبقى عندك تعب، عندك ظروف مش طبيعيه، لكن انا بشكر اللعيبه النهارده ان هم الشوط الثاني غيروا الشكل تماما، قدرنا ان احنا نوصل بشكل مسافه عاليه جدا. كنا ممكن نحرز اكتر من هدف نعزز بيه الفوز، لكن في النهايه طلعنا بالثلاث نقاط الحمد لله. اتكلم على تلاحم المباريات الكبير ده والمسلسل اللي ما بينتهيش خالص بالنسبه للنادي الاهلي ده، بتتعاملوا ازاي؟ انا عارف انتوا شغالين مع الفريق بشكل كبير جدا، ويمكن كان باين في تونس السيطره والتركيز كان باين جدا يا كابتن يوسف في المعسكر، لكن بتتعاملوا ازاي مع الامور ده يا كابتن يوسف؟ هو طبعا انت بتملك قوام 25 لاعب مقيد بالاضافه لستة سبعة لاعبين في الفريق الشباب، فهو ده قوام فرقتك وبتشتغل وبتستخدم اللعيبه دي كلها طبقا لرؤيه المدير الفني، ان نريح ناس ويلعب ناس وهكذا، لان انت عندك كل ثلاث ايام ماتش بتلعب في اربع بطولات في وقت واحد، اذا كان دوري او كاس مصر او بطوله افريقيا او بطوله عربيه. فعندنا لعيبه الحمد لله، عندنا فرقه كويسه وعندنا لسته كويسه. يبقى طبعا موضوع الروتيشن والتدوير ده بيعمله طبعا المدير الفني، طب بيحس ان هو ما يتاثرش بيه نتائج او يتاثر بيه هدا. النهارده كان في تعب زي ما انا قلت، لكن الشوط الثاني قدرنا نرجع الحمد لله. المباراه خلاص قلب، يعني حطيناها ورا ظهرنا، خدنا الثلاث نقاط بتاعتنا، لكن ان شاء الله عندنا مباراه مع حرس الحدود مهمه جدا يوم الجمعه، بعدها مباراه اخرى مع كمبالا، اخر مباراه في دوري المجموعات. فبتشتغل على كل مباراه لوحديها بتركيزها لوحدها. طبعا بنعمل استشفاء بشكل مكثف جدا، يمكن بشكل يومي، لان مفيش وقت. انت مخلص ماتش الترجي، تاني يوم مسافر، جينا اجواء العيد برضو بتعمل صعوبه شويه في حته النوم والصلاه بتاعت صلاه العيد والحاجات دي كلها. لكن انا بشكر اللعيبه رجاله جدا، مركزين جدا في المعسكر. الحمد لله ان احنا قدرنا نطلع بالثلاث نقاط النهارده. في اجتهادات كتير جدا بقى عن موضوع احمد فتحي وموضوع مؤمن زكريا، والامور يمكن الناس بتجتهد بشكل كبير جدا. انا معايا كابتن يوسف المدرب العام وقائم اعمال مدير الكره عشان نقفل الموضوع ده خالص. ممكن نقول ايه في الموضوع ده؟ احنا كعادتنا في النادي الاهلي مش لازم نشرح كل حاجه، في امور داخليه بتخص الفريق، بتخص لجنه الكوره، الشان داخلي بتاع النادي الاهلي، انا مش مطالب ان انا اطلع اتكلم فيه في الاعلام، حفاظا على كل الاسرار بتاعتنا. اللي انا عايز اقوله، مؤمن عنده سنه لسه في عقده السنه دي، واحنا عارضين عليه ان هو يعني يجدد. مؤمن اتكلمت معاه وهو مركز دلوقتي بشكل قوي جدا ان هو يجهز نفسه بشكل قوي، واحنا كمان بنجهزه بشكل قوي عشان يخش في الفرقه ويبقى اضافه قويه. اللي انا عايز اقوله ان ما فيهاش علاقة خالص موضوع، لأن برضو سمعت في الإعلام بيتقال إن موضوع استبعاده ليه علاقة لا 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 لا، إحنا النادي الأهلي معروف كويس قوي في شأن إداري وفي شأن فني. الشأن الفني الراجل مستر كارترون ده راجل مدرب محترف، وأي مدير فني بيمسك في النادي الأهلي عنده شأن فني، ملوش علاقة خالص بالشأن الإداري إن اللاعب يجدد وما يجددش. إحنا بنتكلم على احتراف، واحنا في النادي الاهلي بنتعامل باحتراف، بنتعامل بمصداقيه عاليه جدا. اللاعب عايز يجدد اهلا وسهلا، لو مش عايز يجدد برضه اهلا وسهلا، لكن الشان الفني يشتغل لغايه اخر يوم، ومستر كارترون يستفيد منه لغايه اخر يوم. وفي النهايه النادي الاهلي كبير، واحنا نتشرف كلنا ان احنا ننتمي للنادي الاهلي وننتمي لمنظومه النادي الاهلي. فاللي انا عايز اقوله، مؤمن ملتزم، راجل عايز فرصه انه يفكر او عايز فرصه انه يجهز نفسه، مفيش مشكله، ندير له فرصه. وفي وقت توقيت اكيد هنبقى عايزين احنا كمان نحدد اهدافنا ونحدد النقط بتاعتنا اللي في المستقبل، فاكيد لما نقعد هنعلن ساعتها. بالنسبه لاحمد فتحي،
شأنه منتهي، وأحمد فتحي منتظم مع الفريق وبيأدي بشكل عالي جدا، ولاعب يستحق الاحترام ويستحق التقدير. أحمد فتحي اللاعب الوحيد اللي في مصر لعب جميع البطولات على مستوى على كل المستويات، لعب كاس عالم، لعب اولمبيات، خد بطوله افريقيا ابطال دوري، خد بطوله امم افريقيا، خد كاس مصر، خد سوبر، خد، وما زال مثال يحتذى به لاي لاعب صاعد واي لاعب عايز يثبت نفسه يبص لاحمد فتحي، لانه فعلا مثال نموذج مشرف جدا. واحمد فتحي النهارده 11 موسم في النادي الاهلي، النادي الاهلي اداله كل حاجه، واحمد فتحي ادى النادي الاهلي كل حاجه، فطبعا دي علاقه قويه جدا بين النادي واحمد. وما فيش اي حاجه، مش عايزين نلتفت لما يقال، احمد فتحي بيعامل يعني بشكل يليق باسم احمد فتحي، لان دائما النادي الاهلي بيعامل لاعبين الكبار بما يليق بتاريخهم وبعطائهم، ودي حاجه معروفه في النادي الاهلي. شكرا، ربنا يخليك، شكرا، كل الشكر والتقدير طبعا للكابتن محمد يوسف. يمكن زي ما سمعنا طبعا التصريحات